السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله من بعد ما خدمت معكم هاد الراندة ديال القليبات في النصف توق ودرت معكم الفتحة ديال العنق بالنسبة للجلابة، دابا إن شاء الله في هاد الفيديو غنخدم معكم هاد الراندة في الكمام. نتمنى أخواتي أن هاد الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح الإعجاب ديالكم. نبدأ بسم الله. بالنسبة لكم هو هذا، أنا راني لاقيته، غتسبقوا الملاقيه هي الاولى، لاقيو باي ملاقيه بغيتو. انا درت هذه الملاقيه، انا حاطها لكم في القناه، من بعد كتنشبوا لكم، انا نبلته صافي. وغنبداو نقلبوا دابا لكم بالنسبه لهاد الراند اللي غندير معاكم، غادي نخدموها من الداخل. ها نتوما تقلبوا لكم على هذا الشكل وغنبداو من هنا. غنثبت بفنيته الحرير، راه مبروم على ثلاثه الشعرات. الابره غنخدم بالبره النمره 5 او لا 6 بحال بحال. نجيو لهنا البلاصه فين لاقينا، نهزو هاد العوينه للوسط، نثبتو الحرير، نشد هنا في التوب. اول حاجه غنبداو بها هي هذه، غنخدموا دابا هرم. انا غندير غير ديال ثلاثه، بالنسبه لكم نتوما يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو. هاد المثلثات الاولين هما اللي تيتحكمونا في القياس ديال هاد الراندة. انا غنخدم اخواتي باش يبان لكم مزيان وتفهموني اش متنقصد لكم. نعود نشد في التوب، ندير الزياده، نعود نشد في هاد العوينه، نعود نهبط مع هاد السطر. نقرب لكم باش تبان لكم الخدمه واضحه. نشد هنا في التوب، ندير الزياده ونرجع في هاد جوج عوينات. نعود ننزل مع هاد السطر، وحده جوج ثلاثه صافي. نشد هنا في التوب ومباشره هنا نبدا هرم جديد، ما نخلي حتى حبكه بيناتهم. نبدا هنا هرم ديال ثلاثه، راه حنا كنخدموا في الكم من الداخل، راه حنا قالبين اخواتي. غير بالنسبه لي الله دخلوا، الا شافوا التوب مقلوب راه حنا اللي بغينا نقلبوه. المهم غنخدموا الخدمه من الداخل. بنفس الطريقه غنخدم هرم ديال ثلاثه، نديرو الزياده من هنا من جهه التوب ونهزو هاد العوينه، نهبط مع هاد جوج عوينات، ها وحده ها جوج. نشد هنا في التوب، ندير الزياده من هنا ونهز هاد جوج عوينات صافي. ننزل مع هاد السطر، واحد جوج هاد ثلاثه، نشد هنا في التوب، ما نخلي حتى حبكه. مباشره هنا نبدا هرم جديد، نخدمو هرم ديال ثلاثه. انا هنا درت ديال ثلاثه، نتوما يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو. المهم راه بنفس الطريقه غادي تخدموا، غير القياس تحكموا فيه نتوما كيف ما بغيتوه ديروا صافي. اخواتي هذه هي اول حاجه غنديروا، هي اننا غنخدموا هاد الاهرامات ديال ثلاثه، ندوروا معكم كامل ومن بعد عاد نكملوا الخدمه ديالنا. المهم انا غنخدم واحد شويه ونرجع لكم. بنفس الطريقه غنخدم غير هاد الهرم ديال ثلاثه، غير هنا اخواتي ما تنساوش، غير نشد هنا، نكمل من هاد الهرم، نشد هنا في التوب صافي، ما نخلي حتى حبكه. مباشره هنا نبدا هرم جديد،
انا خدمت اخواتي واحد شويه هاد الاهرامات ديال ثلاثه. دابا غنكملوا غنجيبوا الالوان اللي حنا خدمنا بهم في نصف الطوق ونكملوا الخدمه ديالنا. نجيو لهنا غنشدوا في هاد الهرم الثاني. كاين عندنا هنا ثلاثه العوينات، انا درت الهرم ديال ثلاثه، يعني هنا عندنا ثلاثه العوينات، ها واحد جوج ثلاثه. غنشد في هاد العوينه الاولى نهز هاد العوينه ديال الحرير ونجي لهنا الهرم الاول نخدم هاد ثلاثه العوينات، ها وحده جوج ها ثلاثه. نعود نرجع مع هاد ثلاثه العوينات. بالنسبه ليا انا هنا خدمت بالهرم ديال ثلاثه، يعني غنبقى نخدم هنا ثلاثه العوينات، وانتم الهرم القياس اللي درتو هو اللي غتهزوا من هنا. نرجع مع هاد السطر ونعود نشد هنا في العوينه الثانيه ونرجع ثاني مع هاد ثلاثه العوينات، وحده جوج ها ثلاثه. نعود نرجع مع السطر صافي. نشد هنا في هاد العوينه الثالثه ونرجع مع هاد ثلاثه العوينات، نرجع مع السطر ها وحده جوج ها ثلاثه. دابا ملي وصلت لهنا غنزل مع هاد العوينات اللي كاينين في هاد الجهه، ها نتوما ها وحده جوج ها ثلاثه، ونشد هنا في هاد العوينه الاولى صافي. ونرجع دابا مع السطر كامل، دابا ولاو عندنا سته، ها وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه ها سته. نعود ننزل مع هاد العوينات نجي لهنا نشد في العوينة الثانية صافي. ونعود نرجع مع السطر كامل ستة العوينات اللي ولو عندنا، نعود نرجع مع السطر نشد في هاد العوينه الثالثه هي الاخرى اللي بقات لينا في هاد الهرم صافي. ونرجع مع هاد السطر نعود نرجع مع السطر صافي. كنخدموا هاد ستة العوينات، ملي كنوصلوا لهنا غنشد هنا في هاد الرويس هذا صافي. نخلي الخيط هنا وغنركبوا دابا اللون الاخر، ها نتوما اخواتي جات الراندة على شكل قلب. حنا كنخدموا في الكم من الداخل، من بعد ملي غنكملوا هاد الراندة غادي نتنيوها لهنا وغيجي الشكل زوين. انا غنكمل معكم اخواتي، نخدموا بالترتيب ديال الالوان كيف ما خدمنا في الراندة اللي درنا في نصف الطوق. انا هاد الموف درت وراه هاد اللون هذا. نجي لهنا غنجي لهاد الهرم الثاني ونخليو هذا، نجيو لهنا نثبت الحرير في العوينه الاولى ونهز هاد ثلاثه العوينات اللي عندنا في هاد الهرم اللي قبل منه، ها وحده جوج ها الثالثه. وغنشد معايا هاد الخيط هذا نحاولوا نزيروا هاد الضربه مزيان باش ما يبانش لينا هاد الخيط اللي لتحت، نخدموا فوقه هاد السطر وعاد نقطعوه.
نعود نرجع مع هاد ثلاثة العوينات ونشد هنا في العوينة الثانية، نقطع هاد الخيط، نخدمو عاوتاني بحال هاد القلب بنفس الطريقة، نرجع مع هاد ثلاثة العوينات نعود نرجع مع هاد السطر نشد في هاد العوينة الثالثة ونعود نرجع مع هاد السطر نرجع مع هاد العوينات وفي هاد السطر غنزل مع هاد العوينات اللي من هنا. هانتوما هاد العوينة هي نفسها كنعاودو نخدمو فيها، ها وحدة الراس ديال هاد الهرم، ها جوج، ها ثلاثة، ونخدم هنا في هاد العوينة الأولى اللي في هاد الهرم نشد فيها ونرجع مع السطر. دابا تنوليو نخدمو ستة العوينات في هاد السطر، نعاود نرجع مع هاد السطر نشد هنا في العوينة الثانية ونرجع نرجع هاد السطر عاوتاني. تنظن اخواتي هاد الطريقه راه سهله وحتى طليعه، انا ما كبرتش هاد القليبات هنا في الكمام، درتهم غير صغار. المهم بغينا غير نغيروا شويه عوض ما نديروا الدرس، نديروا هاد الرانده تتجي متناسقه مع الرانده اللي درنا في نصف الثوق. وبالنسبه لهاد الطريقه اخواتي انا درتها معكم هنا في الكمام، بالنسبه الى كنتو دايرين جلابه راه درنا الفتحه ديال العنق قسمنا الرانده وقلبناها، ولكن الى كنتو دايرين هاد الرانده في قفطان فراه بنفس الطريقه اللي درت هنا في الكمام غديروها في الدوره ديال العنق. بحال هكا غديروا، غتخدموا الدوره ديال العنق من الداخل ومن بعد غتقلبوا. انا غنكمل معكم اخواتي، غندير معكم حتى السنينات اللي غنديروا هنا باش ما تجيناش القلبه باينه. نرجع مع هاد السطر صافي، ملي تنكمل هاد السطر غنشد في هاد الراس ديال هاد الهرم صافي، نثبت الحرير ونحيدو. بالنسبه لهنا اخواتي انا درت هاد الهرم ديال ثلاثة، فراه هنا تيوليو عندي ست العوينات من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وانتم الهرم القياس اللي درتو راه خاص يجيكم هنا العدد ديال هاد العوينات، هاد العدد ضربوه في جوج. انا درت هنا ثلاثة، هنا غيجوني ستة، درتو انتم هنا أربعة، هنا غيجيكم ثمانية. المهم اخواتي هذه الطريقه راه مفهومه، وبالنسبه للاخوات اللي ما فهموش شي حاجه غير يتواصلوا معايا في الواتساب انا نشرح ليهم تحت يفهموا. غادي ندوز دابا نركب له الاخر بنفس الطريقه اخواتي، تنخليو هاد الهرم ونجيو لهنا نثبتوا الحرير هنا في هاد العوينه الاولى، ونهز هاد ثلاثه العوينات، هانتوما وحده جوج، هاد العوينه الثالثه كنحاول نشد معايا هاد الخيط هذا باش نخدمو فوقه ونقطعوه، نزيروا هاد الضربه شويه صافي. نرجع في هاد ثلاثه العوينات نشد في هاد العوينة الثانية اللي في هاد الهرم، نقطع الحرير التحتاني مع اللون مختلف تيجي باين شوية. غادي نرجع مع هاد السطر هنا، راه باش ما يجيش هذاك اللون باين في هاد الضربة هادي كنحاول نهز حتى الحرير التحتاني باش يتغطى بهاد اللون الفوقاني وما كيجيش باين صافي. نرجع مع السطر، كنبقى نرجع في ثلاثه العوينات حتى نكمل هاد ثلاثه اللي كاينين هنا. دابا غنشد هنا في هاد العوينه اللي في الراس ديال الهرم ونرجع مع هاد السطر
هاد اللوينه هزيت غير نصها، غنعاود نحلها، نحاولوا نهزوا العوينه كامله. صافي كنبقاو نخدمو هنا حتى تيوليو عندنا هنا ثلاثه العوينات، هانتوما واحد جوج ثلاثه. صافي نخدم هاد ثلاثه اللي هنا، ها واحد جوج ها ثلاثه. صافي دابا غنزل مع هاد ثلاثه اللي كاينين هنا، ها وحده جوج ها ثلاثه، ونشدو هنا. هادشي علاش هنا اخواتي في هاد الاهرامات الاولي ما كنخليو حتى حبكه ما بين الهرم والهرم، غير كنكملو هذا مباشره كنبداو الاخر على هاد القنيه هذا باش نجيو لهنا مباشره. دابا كون هنا خلينا شي حبكه، ملي غنجيو لهنا غيجينا الفراغ بين. شوفوا الرانده كيفاش كتجي، كتجي مزديه. المهم في الهرمات الاولين غير تكملو هرم مباشره بداو الثاني. انا شديت في العوينه الاولى اللي في هاد الهرم، غنرجع في هاد ست العوينات. ملي نوصل لهنا نرجع عادي. صافي غنبقى نخدم بهاد الطريقه اخواتي حتى نهز هادوك ثلاثه العوينات. صافي اخواتي ملي تنكملوا هاد ثلاثه العوينات كنخليو الخيط هنايا. ها نتوما تجينا الراند على هاد الشكل، راه تجي الصراحه زوينه وراها سهله في الخدمه. غنكمل اخواتي واحد شويه ونرجع نكمل معكم. صافي اخواتي انا بقيت كنخدم بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم. ها نتوما تجي الراند على هاد الشكل، حنا راه خدمنا الراند من الداخل ديالكم، يعني خدمنا في الكم مقلوب. دابا ملي كنكملوا الراند في الكم بالنسبه لكم نتوما راه غدوروا مع الكم كامل، انا راه خدمت غير حتى النص، بغيت نكمل معكم. صافي دابا ملي وصلنا لهنا اش غنديروا؟ غنقلبوا الكم، لحقاش حنا خدمنا من الداخل. ها نتوما ملي كنقلبوا الكم غادي نجيب واحد الخيط في اللون ديال الثوب. انا درت غير ديال الحرير، برمت خيط على جوج شعرات، برمته مزيان. وانتم يمكن لكم ديروا حتى الخيط، ولكن من الاحسن ديروا الحرير جا احسن، تتكونوا نتوما درتوا مع الكم كامل. انا خدمت غير حتى النص. غنجي لهنا ها نتوما كنقلبوا هاد الرانده هكا، كنشدوا على الحد. عاد غندير معكم اخواتي السنينات اللي كيجيو هنا باش كتجينا الخدمه مزيانه. كنقلبوا هاد القليبات بحال هكا الوجه ديال الثوب. غنجي لهنا غنثبت الخيط، درت هنايا اللون ديال الثوب الحرير، برمتو غير على جوج شعرات وغنثبتو به هاد الراند هادي. صافي نخرج البره من هنا من حدا هاد الرويس هذا، نهز هاد العوينه هادي اللي في هاد الراس ديال الهرم، نثبت دابا هاد الكم، نجي لهنايا ونعود هنا نضوب لهنا واحد الضربه باش ما ندوش للجهه الاخرى وتجر ليا معاها هاد الخدمه لهنايا. نعاود نضوب لهنايا هاد الضربه، وعاد ندخل البره من هنا ونخرجها من هنايا من هاد العوينه اللي في الراس ديال الهرم. صافي الا شديناه غير مره واحده ودزنا لهنا كيتجر لينا هاد الهرم بحال هكا. غنعاود نضوب له هنايا هاد الخدمه في هاد الراس ديال هاد القليبات هادو. صافي وعاد نعاود ندوزو لهنايا، ردوا بان مع الخيط اللي كاين لتحت. الا نجروه الا نزيروه راه غتكملش لينا الخدمه. نضوب لهنايا هاد الضربه ونتنيو من هنا مزيان، هانتوما ما نخليوهاش خارجه بحال هكا يجينا التوبين. نتنيو على الحد ديال الخدمه، عاد نديرو سنينات. صافي نخرج من هنا
من هاد العوينه اللي في الراس، نعاود نذوبلها مزيان صافي، وعاد ندوز للجهه الاخرى. حتى هي نذوبلها صافي، نبقى غادي بهذه الطريقه حتى ندور معكم نثبتوا هاد الراندة، ونرجع نوري لكم كيفاش نخدموا السنينات. هانتوما اخواتي، راه من بعد ملي كتصلح هاد الخدمه كتجي مزيانه. نجيو دابا نكملوا الدرس بالنسبه لكم نتوما، ملي غتكونوا درتوا مع الراندا كامله راه غتبداو من هنا، يعني حتى هاد البلاصه غتكونوا خادمه، غتبداو السنينات من هنا. بالنسبه لي انا خدمت غير النص، غنبدا معكم من هنا غنديروا هاد السنينات في اللون ديال الثوب الحرير مبروم على ثلاثة الشعرات. نجيو لهنا انتما اخواتي، انا نقرب لكم مزيان. نجيو لهنا نهز هاد التوب هذا اللي كاين هنا ما بين هاد الضربه وهاد الضربه، نثبت هاد الحرير ونجي لهنا لهاد التوب هذا اللي كاين ما بين هاد الضربه وهاد الضربه، نعاود نشد هنا ما كنقزو حتى فراغ. هاد الفراغ اللي كاين ما بين هاد الضربه وهاد الضربه نرجع لهنا لهاد الخيط الوجلويات بحال اللي بغينا نخدمو سنينه، ولكن ما غنحبكوش دابا غنغلفوها. غنخلي الخيط لتحت ونغلف هاد السنينه، هانتوما نغلفوها بثلاثه التغليفات، ها وحده جوج ها ثلاثه صافي. ونجي لهاد الفراغ اللي حداه مباشره ونرجع لهذا الخيط الوجلويات ونغلف عاوتاني هاد السنينه. هذه هي السنينه المغلفه اخواتي، راها تجي زوينه وكتبان بحال اللي كبيره وهي راها سنينه وتا دغيا كتخدم. نعاود نجي لهنا لهذا الخيط هذا ونغلف ثلاثه المرات، ها وحده جوج ها ثلاثه. نجي لهاد الفراغ عاوتاني ما كننقزو حتى فراغ، وما كنخدموش جوج مرات في الفراغ، كنخدمو سنينه وندوزو الفراغ اللي حداه. نرجع لهذا الخيط الوجلويات ونغلف هاد السنينه بثلاثه المرات، ها وحده جوج ها ثلاثه. نجي لهذا الفراغ نهز هذا الخيط الوجلويات، ننزل الخيط لتحت ونغلف، ها وحده جوج ها ثلاثة. نجي عاوتاني لهنا لهاد الفراغ، هاد السنينات اخواتي كيدرقوا هاد التوب اللي هنا ما كيبقاش يبان التوب، وكتجينا الخدمة مزيانة. الوجلويات ونغلف، واحد جوج ثلاثة. نجي لهاد التوب هذا ما نهزوش بزاف غير شوية، ها نتوما ما بين هاد الضربة وهاد الضربة كاين واحد التوب، غادي ندخلوا فيه البرا ونرجعوا لهذا الخيط الوجلويات ونغلفوا هاد السنينه ثلاثه المرات، ها وحده جوج ها ثلاثه. نجي لهنا عاوتاني بنفس الطريقه اخواتي غنكمل ونرجع نوري لكم كيفاش جالكم. صافي اخواتي، انا كملت السنينات بنفس الطريقه كيف ما بديت معكم. هذه راه السنينه ديال واحد مغلفه تجي على هذا الشكل، وهذه هي الراندا ديالنا، جات متناسقه مع الراند اللي درنا في نصف ثوق. بالنسبه الى كنتو دايرين هذا الراندا في جلابه، راني دايره الفتحه ديال العنق، كنتو درتوها في قفطان ديروا بحالي في الفتحه ديال العنق، ولكن ما تقلبوش الراندا. وملي تجيو تبغيو تخدموا الدوره ديال العنق الدوره ديال العنق، خدموا بنفس الطريقه كيف ما درت هنا في الكمام. هاد الطريقه اللي درت هنا في الكمام ديروها في العنق، غتجي متناسقه مع الراند اللي درنا في نصف الثوق، وغتجي زوينه
وفي نفس الوقت راها ساهله وراها دغيا كطلع اخواتي. وهذا الشيء اللي كاين اخواتي. نتمنى ان هاد الراندة تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش دائما اخواتي الا عجبكم فيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وعاونونا بالبارطاج، بارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا اولا باغيات يتعلموا الراندا. وشكرا لكم اخواتي، وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.